طب ليه حضرتك بعدتي عن الفن فتره؟ ما بعدتش، الجو اللي مريح. الجو مريح قوي. بسبب اختلاف مثلا الاذواق ولا بسبب ايه؟ اختلاف الاذواق. ما دلوقتي انت عارفه يعني كل الناس بتغني. بس لا من عزف الناي بقى زمار ولا من أنيا ليل بقى فنان. مش كل اللي بغني ولا كل اللي بيعزف. ده حقيقي. خدت بالك؟ ده حقيقي. فطبعا لما الجو ريح انا عشان احترم نفسي. حد طلبني على عيني وراسي. ليه بقى الجو مريح يعني؟ لا كل يوم فرح. الافراح كل اسبوع مره. ايوه. ده حتى لو الافراح شغاله على طول. طب وفي ناس من القاهره هنا بيجوا لحضرتك ويبقوا عايزين يعملوا فرح وحضرتك تكوني موجوده فيه وتغني؟ مفيش كلام. وبتروحي بقى تغني فيه؟ طيب دلوقتي برضو نفس الاغاني بتاعت زمان اللي حضرتك كنت بتغنيها بقى اللي اتعرفت بيها؟ ايوه اللي حضرتك اتعرفتي بيها. اللي اتعرفت بيها. مظبوط مظبوط. طب ومين موجود من الفنانين دلوقتي حضرتك بقى تحبي تسمعي؟ احب اسمعه والله ناس كتير بتغني كويس. زي مين؟ حبيبة بسط حموده. وكمان حبيبه قلبي سيد الشاعر. طب في احمد شيبه؟ احمد شيبه حضرتك بتحب تسمعيه؟ قوي. صوت ما حصلش. صوت حلو جدا 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 ان شاء الله عليه. طب واغاني المهرجانات حضرتك بتسمعيها؟ مهتمه بيها؟ بسمعها وفي نفس الوقت مش كل المهرجانات اغاني كويسه. تحبي لمين تسمعي مهرجان؟ مين في المهرجان؟ يعني مثلا شاكوش، حسن شاكوش، زي عمر كمال، حمو بيكا، الناس الجديده دي اللي هي في المهرجانات دي حضرتك بتسمعيها؟ انا بسمعها بس مش قوي. ما تسمعيهاش. لكن مين ممكن دلوقتي موجوده تشوفيها وتحسي بقى ان دي فاطمه عيد؟ لا ما فيش فاطمه عيد. مش هتتكرر؟ لا. ولا حتى شيماء؟ لا شيماء مالهاش دعوه بفاطمه عيد. ده شيماء بتغني عاطفي. ايوه بس الصوت. لا 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 شيماء بتغني لام كلثوم. ما خدتش. لا. ولا حضرتك بتحبي ان يكون لك هو طابع لوحدك كده، ما تحبيش حد يشاركك فيه؟ لا مش محبش، بالعكس انا لما الناس كلها تغني لي افرح. ما لقيتيش زي فاطمه عيد؟ لا مفيش. وهو لا. مفيش زي فاطمه عيد؟ لا مفيش. لكل هو من فعلا مفيش. لكل من ركب الحصان خيال، ولا كل من عزف الناي بقى زمار، ولا كل من قال يا ليل بقى فنان. ايوه مش كل الناس. ده حقيقي. ده حقيقي. طب انا عايزه اسال حاجه. في اغنيه كده اسمها التوتو ناي. ايوه. ايه الاغنيه دي؟ جت منين؟ ده التوتو ناي دي كلمات الاستاذ عبد الرحمن الابنودي. ولحن الدكتور جمال سلام. التوتو ناي يعني اتنين فطاحل. خدت بالك؟ وكانت التوتو ناي دي معموله للفرقه القوميه. عشان يرقصوا عليها. أيوه. وانا اللي غنيها بصوتي. ايوه. لما اتعرفت بقيت اغنيها في كل مكان. طب ما تسمعها لنا كده حته. ماشي. توتو ناي توتو ناي، حط ايده على فستاني، ده ابويا صابت سجاني، حط ايده على فستاني، ده ابويا صابت سجاني، يضربك تصعب علي. اي ده توتو ناي توتو ناي، توتو ناي توتو ناي، حط ايده على قميصي، ده ابويا ظابط بوليسي، حط ايده على قميصي، ده ابويا ظابط بوليسي، يضربك تصعب علي. اي ده التوتو ناي.